السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم بخير، معكم أخوكم صالح أو أبلز. طفشنا من كود 8، طفشنا من كود 6، طفشنا من كود 7، طفشنا من باتل فيلد. لا صح، ما قد نزلت باتل فيلد، بس يعني طفشنا من الحروب دي. مو طفشنا يا أخي، أتكلم عن نفسي خلاص، لا تزعل فيها. أنا طفشت صراحة، والله طفشت من الألعاب دي. قلت أبغى أجرب لعبة جديدة، زي ما أنتم شايفين تويستد ميتال، و مية بلعبة جديدة، يعني سلسلة جديدة، وهي أول سلسلة بتكون في قناتي إن شاء الله. إني ألعب الشريط ذا وأختم حركات كذا وتعليق مباشر، وأول مرة بسوي تعليق مباشر يعني. طيب، الكل يعرف اللعبة ذي، أو ما أدري، يمكن مو الكل، يمكن بعضكم. تخبرونا من سوني ون اللي هو المهرج، كان الجرافيكس أبو كلب، كأنك تلعب ماريو أو سوبر ماريو، ما أدري، ماريو سوبر ماريو كلها سوا تجي. الحين عدلوا فيه، مو عدلوا بس، اللي غيروه بشكل كامل يعني. طبعا تويستد ميتال، انا بحثت المعنى على الكلمة ذا، ايوه صديق، ايوه بحثت عن معنى الكلمة هذه في جوجل. طبعا ترجمة جوجل عارفينها كلكم، انها ترجمة ابو كل ترجم لك اي شيء. معنى الحديد الملتوي، يعني الحديد ملتوي، ما ادري ايش دخل الشريط ذا والحرب في الحديد الملتوي، بس يلا يلا ماشي ماشي. طبعا بسم الله نبدا تختيم اللعبه. طبعا انا ختمتها، لحظه نختار وان بلاير بعدين ستوري. زي ما انتم شايفين هنا 100% انا مخلص، يعني ختمت مره وبختمها مره ثانيه، ما عندي مشكله. هذه المستويات تويستد وهارد ونورمال. نورمال هو وسط يعني، بس من مع ذولي هو اسهل شيء، اشوف انه اسهل شيء. تويستد يعني على اسم اللعبه اكيد انه صعب يعني، وهارد معروف انه صعب، نورمال وسط. بسم الله نبدا. طبعا اللقطات زي كذا بخليها يعني، اشوف انه افضل يعني عشان تفهمون القصه وتفهمون. زيد قاعد يهرج ذاك، ما اسمع ايش يقول. الحين يتكلمون عن واحد. هذا كاليبسو ما ادري اسمه، هو اقوى واحد فيهم يعني، عنده قوة خارقة وما ادري ايش. يقول خلكم في البيت وقفلوا البيبان، انتبهوا لا احد يطلع. لان ام الدم، وش الدم كان قاط ما هو دم. عيب عيب لا احد يطالع. لا خلاص طالع عادي. No, just more trash on the side of the road. Looks like Calypso's got himself another driver for this year's contest. She was the one. She was the only one. There have been so many people I've killed over the years, but her. She was the only one who ever escaped. She was the one that got away. I don't blame myself. They were my first murders. Oh, boys and girls, she... Well, she didn't make it easy. But she was a fighter. She actually hurt me.
كفو والله رجلك. رجلك يا شنبة. That and that damned picture. والله انها حطت رجلها. How many years has that been? طالع في الصور في البيت. And I still think about her. And I still crave her death. والله يا ان السعوديين شريرين. I just have to win Calypso's stupid little contest, and any prize I ask for will be mine. Calypso. هذا كلبسو. هذا الوصح. They say he has many powers. When I win, he's going to send me where she's been hiding all these years. And this time, I'm going to finish what I started. يلعن أم الإدارة. اكتب رأسها في صندوق الآيس كريم اللي عندي. هذا صامل يبغى يجيب رأسها. طبعا هذا الوجه اللي هنا اللي في البداية هو نفس الموفي اللي قبل شيء. على طول روح لل هو على طول دايركت بيجيبك على ذي واختار اضغط اكس. طبعا الجراج يقول لك تقدر تختار ثلاث سيارات مثلا. اصبر اخنش. صحيح انا بعد ما ختمت صرت اقدر يعني اغير لون السيارة جولد. متعود على كود 8 تحط الاسلحة جولد. طبعا التريل ذي ولا احلى. طبعا هذه التريله وال شو اسمه وينه في سيارات ما تطلع لك الا بعد الختم. شوف انا طالع عندي كلها الحين توني ادري صراحه. هذا طبعا مهمته اذا قاعد تختم انه يعني ينزل لك سيارات ثانيه يحاربونك عرفت. لازم تفجر ذا عشان تفتك من السيارات. فما ادري بختار الحين بشوف سالفته. هل نقدر نختار ثلاث سيارات؟ اختار ذا. طبعا وش الافضل وانت تلعب الشريط هذا؟ انك تختار سيارة يعني ما تموت بسرعة. شوف زي السيارات الصغار هذه صح ان السيارة سريعة والسبيشال ويبن عندها يعني السلاح القاضي حقه والسبيشال قوي، بس شوف الارمر عنده ضعيف مرة يعني اللي هي التحمل او الدرع. فاختار لك بالسيارات الكبار افضل يعني هي تتحمل اكثر. شوف الحين بتختار سلاح يعني مع السواق. هذا اخر سلاح يطلع لك. ف اذا بديت ما بيكون معك ولا سلاح، بيكون معك الرشاش العادي حق السياره نفسه. فالحين يعني معك اسلحه. اشوف شيء كويس صراحه. بسم الله. طيب الحين قاعد يحمل يعني ما شو اسمه. زي قبل شوي بغيت اقول لكم على الجراج ونسيت. الجراج طبعا تختار ثلاث سيارات. اذا شفت ان واحده من السيارات اللي معك يعني وش تسمون انتم يا اخوي الدم او التحمل او الزبده دمها ما بقى شيء وتنفجر. اللي هو الدم ما ادري ايش تسمونه يعني، روح الجراج وبدلها على طول قبل ما تبدا اي ماب او اي مرحله. يجي زي كذا تعليق يعلمك وش السالفه. اسحبوا عليه ترى ما منه فائده صراحه. يلا نسحب عليه. بسم الله نبدا. يا حبيبي الليل يا ولد. الى لم الحماس. مشكلة ثقيلة السيارة ذي. صح بتكون قوية السيارة هذه بس ثقيلة ترى. شوف يلا تلف. يلعن أم الجلمت. باخر يرحم أمك. والله إني غلطت خدت السيارة ذي صراحة. يرعم يا حبيبي كسر البيوت. طبعا التحكم في البداية بيكون صعب شوي.
بس مع الوقت إن شاء الله. آخر انت فيها آخر بس. اقول يمدحون الجراج بس فين نغير السياره ذي؟ ما ادري ايش تبغى في الحياه. شوف تروح تدخل الجراج على طول تجيك السياره اللي اخترتها. اختار واحده من ذولي. اختار ذا صراحه انا تعجبني السياره هذه لانها من السيارات اللي تحمل. سياره قويه يا حبيبي. وقتلنا الأول. شوف الحين المطلوب تقتل خمسة، عرفت؟ شوف تحت الخريطة مكتوب خمسة أبوننتس، مدري أبوننتس مدري إيش هي. طبعا التريلا هذه أو الشاحنة ذي اللي مدري إيش تبغى، لو تطلع وراء على طول يزداد الطاقة حقتك والدم فل، عرفت؟ يعني مثلا كنت محتاج، أنا ماني محتاج الحين بس أنا أوريكم. شوف تطير زي كذا وخلاص تصير فل الطاقة اللي عندك. الله لا اوريك. قتلنا الوسخ ذا. شوف لو تصدم السواق يزود الدم عندك، ولو تصدم الراكب يعطيك سلاح عشوائي، عرفت؟ شوف الراكب هناك حط رجله، نصدم والدين يعطيك سلاح عشوائي. شوف انا ضاغط على الار2 الحين، شوف اللي ازداد هذاك، هذا يقوي الصاروخ. يعني في اشياء كويسه صراحه مطورينها. اخر يلعن ام القلق. شوف تضغط مثلث تقدر تغير يعني سبيشال الضرب القاضي اللي عندك تقدر تغيرها. يعني لكل سيارة يمكن ضربتين قاضية. خلنا نقتل الوسخ ذا. يا 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 الوسخ آخر هناك. المشكلة يعني الغلط اللي مسوينه آخر انت. الغلط اللي مسوينه في اللعبة ذي ان يمكن الاسلحة ما هي بكثير في الشارع. شوف يلا يعني بين فترة وفترة تحصل لك سلاح، لا وكلها تيربو بعد ما تحصل سلاح زي الناس. طيب وينك انت وياه؟ ها في واحد وراي وين؟ ايه تعال. شوف زي الدباب ذا، تشوفون هذا دباب هذا. شوف الحين لو اصدمه بس يمكن يموت على طول. يعني تحمل عنده ابو كلب. بس انا اعلم امك الحين. ها شوف صدمته على طول. وين السواق ذا؟ شوف هذا الدم عنده منتهي. يمكن اطلق عليه صريخ الحين. يا حبيبي يرحم امك فك. هذا الكهرباء تطفي السيارة عندك. تقعد ضاغط المربع لين تشتغل سيارتك. هذا وسخ حط حماية. جمعنا شوية أسلحة ونروح. طبعا عندك الأسهم، سهم يمين يعطيك حماية للسيارة، سهم يسار يحط لك لغم أبو كلب، وسهم فوق طبعا يطرق الكهرباء ذيك اللي تطفي السيارة. شوف سهم فوق، شوف أفا إلى نم الحوالة. هذا طبعا اللي قدامي المهرج ذا من السيارات القوية اللي يتحمل ما يأثر فيها. افا فك فك يرحم امك. شوف اضغط مثلث يتغير السبيشال الضرب القاضي عندك وانت حاطه طبعا تحت. شوف الحين ار1 وال1 يغير لك السلاح، تشوفون تحت كيف؟ بس الحين ما عندي سلاح ثاني لكن اصبروا. شوف ار1 ال1 يغير لك السلاح. روح للحرف الاس هذا بس خليه يتعبى لين تجي الضرب القاضي عندك. يلعن ام القلق. ابلع يا كلب. فك يا اخوي. الله ما تروح.
يلعن ام الوسخين كلهم علي يعني نظام شو اسمه ذاك كثرة تغلب الشجاعة كان الله علم امك انا الرايح يروح امك الرايح بس طبعا في تزويد هنا في المسبح يا حبيبي باقي الوسخ ذا شوف انا الحين ضاغط على R2 تشوف السلاح الحين يصير اقوى بس خلي ايم عليه تعال خذ هذه ايها الملعون هذا السبك ما ادري ايش حس فيه شوف وين متعلق احسن تموت يعني تموت باقي الوسخ ذا شوف الحين باقي واحد بس اللي هو الزق ذا اللي قدامي مشكلة يطير ما ادري ايش السباكة ذي اللي مسوي الفكرة هذه انه يطير سلامات انا اجمع الاسلحة واجيك وينك يا ابن الكلب ده اخ انت وياه تلقاه الحين متعلق فوق ولا شيء ما يعرف ينزل تشوفه واقف في الماب ايش والله اني داري يا حبيبي اوكي خلاص مشكور خلاص هذا يقول اني مسجل يعني السكور من قبل طبعا هذا بيكون اول جزء من السلسلة وان شاء الله انها تعجبكم تعجبكم باقي ما كملنا السلسلة كاملة بس يعني بدايتها يكون تكون البداية كويسة وان شاء الله بصير كل يوم انزل حلقة من السلسلة هذه او جزء ونشوفكم على الف خير يا ليت اللايك والسبسكرايب والفافوريت ويعطيكم الف عافية.